عن هذا الملتقى الذي أتى وفاء وعرفانا بمسيرة شخص كابد وجاهد ناضل واجتهد وكد لمدة 60 سنة متواصلة. فإن أردت الحقيقة أخي دعني أقول بمنتهى الإنصاف والصراحة أننا فعلا 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 كنا حزينين جدا، كنا نشعر بشيء من الإقصاء تجاه أبينا وتجاه أمنا الحاجة فاطمة بن مزيان. فكان يعني هناك لقاء مع السيد معالي الوزير، وزير الثقافة والاتصال الدكتور محمد الأعرج، فتجاذبنا أطراف الحديث. هو كان اللقاء حول الهندسة الثقافية وخطة الهندسة الثقافية من لدن وزارة الثقافة. فتم استدعاء هاجر أختي واستدعائي لنجتمع مع معاليه، فأتت المبادرة الطيبة والفكرة الفردوسية من لدن الدكتور الأعرج، بحيث اقترح علينا لما لا نقوم بإحياء طقس من الطقوس المسرحية في مدينة البهجة والفرجة، مدينة مراكش. فتم الاتفاق بحمد الله تعالى على أن نستهل هذه التظاهرة هذه السنة وهذا الموسم. وبالتالي اتفقنا على تسمية هذا المهرجان بالملتقى، ملتقى آل الجندي للبهجة والفرجة المسرحية. وحين نتحدث عن آل الجندي ليس فقط من هم من صلب محمد حسن الجندي، بل هي أيضا الحاجة فاطمة بن مزيان أمنا، بل هم أيضا تلامذة الحاج محمد حسن الجندي رحمه الله وأسكنه والوالدة فسيح الجنان، التلامذة ديالو من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وأيضا من بعض الموهوبين، وطبعا من كان لنا شرف أن ندعوهم بأعمامنا وخالاتنا، إضافة للجمهور المراكشي الرائع والجميل. فمنذ ذاك التاريخ شددنا الرحال لمدينة مراكش بصورة منتظمة ومنضبطة، أنا وهاجر، وأجرينا اتصالات عديدة مع عدة جهات من مختلف الإدارات والمؤسسات لتقريب الصورة للسادة المسؤولين، إن على مستوى السلطات المحلية أو على مستوى الجهات المنتخبة. فالكل طبعا صفق ونوه وأثنى على الفكرة. كنا نريد فقط دعما لوجستيكيا من شأنه أن يعطي لهذه التظاهرة بريقها وألقها اللي يستحق اسم هذا الطود الأطلسي
المراكشي المغربي العربي الأمازيغي محمد حسن الجندي. فطبعا نحن نقدم الشكر الجزيل لكل من ساهم ولكل من لم يساهم، لم تسعفه الظروف لتقديم المساعدة، ولكن الدفء شعرنا به من ساكنة مدينة مراكش ومثقفي مدينة مراكش وفناني مدينة مراكش. فالحمد لله، هذه الدورة الأولى التي حاولنا بالميزانية المتاحة لدينا أن نصرفها برمتها، بل وأكثر حاولنا أن نضيف من صندوق مسرح فنون لفاطمة بن مزيان بعض الإضافات، وطبيعي شيء طبيعي جدا. فبالتالي استقدمنا ضيوف، ضيفة الشرف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحكم أن الانطلاقة العربية للحاج محمد حسن الجندي كانت من عمان، حيث الخنساء تماضر، حيث شجرة الدر، حيث رسائل إلى العالم، وعدة حيث البتراء الصخر عندما ينطق. فكان لزاما علينا بالتالي أن نبادل المملكة الأردنية محبة بمحبة ووفاء بوفاء. فاستضفنا فرقة مسرح الرحالة، هذه الفرقة المجيدة والتليدة والعتيدة بكافة نجومها القاطنين في الأردن وأيضا في الإمارات العربية المتحدة. ثم بحكم اشتغالي واشتغال فرقتي في دولة المملكة البلجيكية، كانت هي الضيفة الثانية، لأننا دائمي السفر والتجوال في كل مدن بلجيكا، يعني بروكسل، يعني أنفيرس، أنتوربان، لياج، غانك، بزاف ديال المدن. وبالتالي اخترنا فرقة لفوياجور سون باجاج، هذه تم اختيار هذه الفرقة لأن تضم في ثناياها فنانين مغاربة، يعني فنانين بلجيكيين وبعضهم من أصول مغربية إضافة. فكانت المشاركة ديالهم بجوج مشاركة جميلة ورائعة. أنت لاحظت معي أخي الأستاذ مراد أن بالأمس كان الإقبال على عرض جنونستان إقبالا رائعا، بل وشارك في المسرحية الجمهور برمته في جو بديع رائع ربيعي، وتم فيها الوقوف بإجلال وإكبار لهذه الفرقة الجميلة. وفرقة أيضا أن تكونه أو لا تكونه المسرحية أيضا فرقة جميلة وأحببناها. ودعني أتحدث عن الوداعة، الوداعة ديال الفنانين هادو اللي أتوا من بلجيكا ومن الأردن، جاءوا وتتملكهم محبة المرحوم محمد حسن الجندي، إضافة لبعض التكريمات، إضافة لبعض الندوات التي قد تتحدث عنها الدكتورة هاجر الجندي كمديرة للمهرجان أفضل مني. فاليوم كانت ندوة الثقافة والاقتصاد وأطرها أنس لحلو، هذا الرجل القاطن في أمريكا لمدة 30 سنة. وطبعا
وطبعا هناك معارض تشكيلية تشرف عليها الفنانة التشكيلية العالمية نزهة بناني، إضافة لللمسات التقليدية وبطابع مغربي أصيل للفنانة عائشة الحبوسي. وقص على هذا عدة ندوات أخريات، فالحمد لله كدورة أولى حاولنا جهد الإمكان أن نلم بكذا نقطة بكذا اتجاه فني صرف لنخلص في الأخير لجملة ملتقى آل الجندي للبهجة والفرجة المسرحية أساسا وفرجات أخرى. سعيد أيام سعادة، مسرور غاية السرور أننا حاولنا إضفاء روح مغربية على الملتقى بإشراك عدد غفير وكبير من الفرق الفولكلورية المغربية من مختلف المدن، فما تصوروش الفرحة ديالهم. حاولنا أيضا إشراك جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وقدموا عرضا مسرحيا مبسطا أدمع العيون، وتجاوب معه كافة الحاضرين الفضاءات، وتوجه بالشكر الجزيل لمعالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور أحمد التوفيق أيضا لتوفيره لمتحف محمد السادس لحضارة الماء، وأتوجه أيضا لهذا الفضاء الرائع بافيون مايا اللي حقيقة احتضن في جو بهيج الحفل الاختتامي. شكرا لأخوتي الفنانين اللي أتوا من مختلف المدن والفنانات من مختلف المدن المغربية، شكرا للفنانين القاطنين بمدينة مراكش. يعني سيدي مراد يصعب أنني استعرض الأسماء الوازنة الكثيرة التي حضرت. وجب الإشارة والتجدر هنا أننا إن شاء الله هذا الملتقى نريده أن يظل سنة حميدة في هذه المدينة المغربية الأصيلة أو غيرها إذا دعت الضرورة. لحد الآن نحن قررنا كطاقم مشرف على هذا الملتقى أن تعقب هذه التجربة تجارب أخرى، نهيئ من الآن للدورة الثانية لملتقى آل الجندي للبهجة والفرجة المسرحية. نريد أن نخلق فعلا بهجة وفرجة مسرحية هنا في هذه المدينة، مدينة جامع الفنا هايد بارك لندن. نريد إن شاء الله في قابل السنوات أن تتضافر كل الجهود لإعطاء هذه التظاهرة ما تستحقه. ودعني هنا عزيزي أن أتقدم بالشكر بصفة خاصة للمجلس الجماعي لمدينة مراكش ومجلس مقاطعة إجليز على دعمهما اللوجستيكي، يعني بتوفير بعض المأدوبات الغذائية وبعض وسائل النقل. وتحية للسيد والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش على استقباله لشخصنا، وأنا لاستقبالي لشخصي المتواضع نيابة عن كافة طاقم الملتقى. أريد أن أختم
نريد كما قال السيد معالي الوزير الدكتور الأعرج أن كل مدينة تحتفي بابنها أو بأبنائها. نريد أن نرى ملتقى طيب الصديقي رحمه الله في السويرة، نريد أن نرى ونعاين ملتقى المرحوم الخزانة المتنقلة أحمد الطيب العلج في فاس، نريد أن نرى بإذن الله تعالى ملتقى فريد بن بارك والعربي الدغمي وعبد الرزاق حكم مع حفل الألقاب في مدينة الرباط. وبالمناسبة أنا جد 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 سعيد بهذا المولود الجديد، مولود ألوانكم، وقد أتمنى قد يكون هو صوتنا هذا المنبر كفنانين. نريد أن نوصل أحاسيسنا، مشاعرنا، سعادتنا، مؤاخذاتنا، انتقاداتنا، ومدحنا أيضا لكل ما هو جميل في هذا الوطن عبر ألوانكم. والتسمية رائعة، ألوان الطيف، ألوانكم زادها الله بهاء في كل لون من ألوانها.